الآن ننتقل إلى الخارج وتحديدا إلى فرنسا، وفيما يخص تطورات أزمة فيروس كورونا هناك ينضم إلينا من مارسيليا الزميل خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد، في البداية أرحب بك معنا في هذه الجولة. يعني بوتيرة الإصابات والوفيات اليومية التي تسجلها فرنسا، هل نستطيع أن نقول أن الوضع الوبائي مستمر أم فرنسا على أعتاب موجة جديدة؟ تحياتي آية ليكي ولكل السادة المشاهدين. بالطبع آية، يعني حسب السلطات الصحية الفرنسية الوضع مستقر، والحديث الآن يجري عن موجة خامسة بعد انتهاء أو الانتصار على الموجة الرابعة. ويرجع أو ترجع السلطات الصحية أن معدل الإصابة زادت بنقطة واحدة مساء السبت، وذلك عن طريق يعني الأرقام التي تم يعني رصدها وبصفة خاصة في بعض المناطق. ونحن في بداية فصل الشتاء، ولكن ولهذا هناك تخوف من موجة خامسة. النسبة زادت بنقطة واحدة، كان معدل الإصابة 44 لكل 100,000 نسمة، ده على مستوى العام على مستوى الدولة الفرنسية، وهذه النسبة ارتفعت ل 45. ولهذا الوضع نقول تحت السيطرة، ولكن التخوف هو من الأيام القادمة وانخفاض درجات الحرارة مع زيادة احتمال الإصابات بفيروس كورونا. ومشكلة أخرى جديدة هي مشكلة جعل الاختبارات مدفوعة، مما سيقلل النسب الحقيقية للإصابات، وهذه نقطة كبيرة جدا ومأزق بتضع الحكومة الفرنسية نفسها والسلطات الصحية فيها. ولكن خالد، بمناسبة هذه الموجة الجديدة التي فرنسا تكون على أعتابها في الأيام القادمة، هل هناك خطط لمزيد من الإجراءات أو القيود التي سيتم وضعها في البلاد؟ يعني كنا تابعنا المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية آية بعد انعقاد يعني هذا الاجتماع الدوري للحكومة الفرنسية وبقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي. جابرييل أتال تحدث عن تمديد جواز الصحي أو جواز المرور الصحي حتى 31 يوليو 2022. الحديث كان أول أمس آية في البرلمان الفرنسي عن استخدام هذا الجواز الصحي محليا، بمعنى سيتم تطبيقه داخل المناطق التي تشهد أو ما زالت تشهد ارتفاعا، وإلغاؤه من المناطق التي تشهد انخفاضا. فهذه نقطة هامة. وسيتم دخول معظم المناطق خالد بهذا الجواز؟ بالطبع، يعني المناطق التي تشهد ارتفاعا الجواز مطبق فيها. هناك بعض من المناطق التي شهدت انخفاضا وفيها حوالي 80 منطقة. الآن المدارس الفرنسية والتلاميذ تدخل إلى المدارس بدون كمامات، وما زالت الكمامات هي فقط لبعض من العاملين في قطاع التعليم للمدرسين فقط، ولكن الطلبة أصبحت بدون كمامات.